السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان مبارك. مرحبا وسلام بكم مشاهدينا الكرام، والساعة المباركة اللي نكون معكم فيها في هذه الحلقة من برنامج رمضان مبارك اللي راح نسلط فيه الضوء على عدد من الأنشطة والفعاليات اللي تشهدها بلادنا الحبيبة قطر خلال هذا الشهر الغالي علينا كلنا، هو شهر رمضان المبارك. ونرحب أيضا بضيوفنا الكرام اللي راح يكونون معنا، راح يكون عندنا ايضا موضوع النتائج ما راح نبدا فيه اليوم ايضا خالد. نعم، خصوصا الناجحين اللي نجحوا. نعم. نقول لهم الف مبروك، وللمتفوقين ايضا راح يكون عندنا موضوع اخر. قبل ما نبدا في مواضيعنا خالد، انت كنت تقول لي تحت الهواء، انا كلها كنت اقول لك يا ناصر يعني كنت مكثر في الفيمت وليش؟ في الفيمت اليوم كنت طالع لك شنب. اي طالع لي شنب. شفت الدعايه؟ نشرب احنا صغار فيمتو ونطلع لك شنب. انت الحين تسوي دعايه؟ ايه قاعد اقول حق الربع. لا انت الحين تسوي دعايه ترى. انتبه. حق الفيمتو؟ يا رجال الفيمتو ما يحتاج دعايه. الفيمتو ما يحتاج دعايه. وايضا اعزائي المشاهدين بنتحدث عن منافسات اجيال اللي اطلقتها مؤسسه الشيخ عيد بن محمد ال ثاني الخيريه ضمن باقه من البرامج الدعويه والتربويه اللي تقيمها خلال الشهر الفضيل. تابع معكم مشاهدينا الكرام، قبل ما نبدا حلقتنا لابد ان الكل ينتظر هذه المباراه اللي راح تكون، اللي هي مباريات كاس العالم. وصلت للنصف النهائي، راح يكون هناك مباراه بين البرازيل. شو الفريق الثاني؟ والله المانيا. المانيا ناصر، مع اني انا اشجع الالمان. تشجع الالمان ضد يا عيال اليوم؟ انا اشجع البرازيل بعد. البرازيل؟ انت تشجع؟ انا البرازيل خلاص. شجع المانيا. انا كل الفرق اللي وصلت المربع اشجعها، بس اكثر شيء الارجنتين علشان ميسي. اي المهم، هذه المباراه اللي هي البرازيل وايضا المانيا، ما هي برازيل تطلع مني المانيا. وتحضيراتهم وكل اللي في غرفه الكنترول كلهم يشجعون البرازيل. كلهم البرازيل. خلاص انا اشجع البرازيل، انا مع الخيل شقرا. التقرير مشاهدينا الكرام هذا يسلط الضوء على استعداداتهم لهذه المباراه. خلينا نتعرف معكم وليلتنا الرياضيه. ينتظر عشاق المستديرة مباراة مثيرة اليوم حين يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الألماني في المباراة الأولى لنصف نهائي بطولة كأس العالم 21. أبناء المدرب فيليب بيسكولاري ستكون الفرصة أمامهم مواتية للفوز في المباراة، خاصة وأنهم يلعبون بين جماهيرهم المتعطشة للفوز باللقب السادس للبطولة. إلا أن منتخب السيليساو سيخوض غمار المباراة وهو يفتقد لأبرز لاعبيه نيمار، الذي تعرض لكسر في إحدى فقرات الظهر في مباراة منتخبه أمام كولومبيا، فضلاً عن غياب قائد الفريق تياغو سيلفا لتلقيه إنذاراً في ذات المباراة. على الجانب الآخر سيدخل الألمان بتشكيلة كاملة بقيادة المدرب لوف لتكون لهم الفرصة مواتية لرد اعتبارهم أمام البرازيل عندما خسرت الكأس العالمية في نهائي عام 2002 والمضي قدما نحو اللقب الرابع للماكينات الألمانية والأول منذ العام 1990. فهل ستتمكن البرازيل من مواصلة حلمها في كأس العالم، أم أن المانشافت سيوقف هذا الحلم؟ ويتعين على الفائز من هذه المباراة ملاقاة الفائز بين مباراة الأرجنتين والطواحين الهولندية في لقاء لا يقل إثارة عن سابقه، مع وجود رفاق ميسي من جهة ورفاق الجناح الطائر روبن من جهة أخرى. شفنا ناصر منتخب البرازيل اليوم بيلعب ناقص نيمار محد والالمان كاملين، لكن الكبير كبير. صحيح. ان شاء الله انهم بيفوزون. ان شاء الله يفوز. من هو اللي يفوز اليوم؟ ما عندي مشكله، اهم شيء بكره. بكره من؟ بكره الارجنتين وهولندا. زين، تلاقي البرازيل مع الارجنتين ان شاء الله. خلاص انا واحد من الحين اقول لك. انا اشجع هولندا والارجنتين، وانا متاكد واحد فيهم راح يطلع النهائي. المانيا قصدك؟ لا، هولندا والارجنتين بيلعبون بكره مع بعض. اي انا اشجعهم الاثنين، فواحد منهم بيطلع النهائي. أعزائي المشاهدين نبقى في أجواء المونديال، إذ حرص الوفد القطري
اللي زار البرازيل وحضر افتتاح كأس العالم على الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بتنظيم كأس العالم. وبالمقارنة أثبتت الاستعدادات والبرامج اللي تقومها بلادنا الغالي علينا قطر أن بطولة كأس العالم 2022 اللي راح تستضيفها قطر إن شاء الله خلال الفترة الجاية راح تكون الأفضل من الناحية التنظيمية. خلونا مشاهدينا الكرام نتابع معكم هذه الزيارة في هذا التغريد للوفد القطري للبرازيل. مكنت زيارة الوفد القطري للبرازيل من الاطلاع ميدانياً على البنى التحتية والمنشآت البرازيلية، دور المواصلات العامة وسلاسة دخول المشجعين وخروجهم إلى الملعب، إضافة إلى الإجراءات الأمنية هي أهم التحديات التي يواجهها البلد المنظم لكأس العالم. طبعاً استفادتي من رحلة البرازيل الصراحة استفدت يعني عدة أشياء، لكن أهم استفادة أنا الصراحة استفدت فيها في البرازيل هي قضية اجتماعي مع الشباب، وإني حظيت إني أقضي معاهم وقت بعيد عن ضغوط العمل في الدوحة. وفي الحقيقة يمكن المناقشات اللي تمت مع الشباب سواء في أمور تخص كأس العالم أو في أمور عامة أخرى وأحياناً شخصية، يمكن استطعت إني أشوف الشباب على حقيقتهم أكثر. حسيت أيضاً من الشباب على الرغم من التحديات اللي أمامهم لكن عندهم إيمان، وإيمان راسخ أنهم يعني راح يكونون بإذن الله ويستطيعون تجاوزها إلى أفضل تنظيم كأس عالم. إذا كانت للبرازيل نجاحات وإخفاقات على مستوى التنظيم، فإن دولة قطر اهتمت بأدق التفاصيل، بل ذهبت أبعد من ذلك، مواصلات حديثة تجنب الازدحام وتسهل عملية الوصول للملاعب. الملاعب صممت بشكل هندسي فريد من نوعه وبميزات عديدة من بينها المحافظة على البيئة. الترتيبات اللي قايمين فيها إلى الآن بالنسبة لتحضيرات كأس العالم تتمحور في عدة محاور. إذا أخذناها الأولى من ناحية المنشآت، المنشآت أيضا نفسها ممكن تتقسم إلى منشآت بنية تحتية، منشآت اللي هي الملاعب والأشياء المحتاجة بالنسبة لكأس البطولة. طبعا بالنسبة للملاعب إحنا اليوم في 2014 في مراحل متقدمة نوعا ما في 5 ملاعب، وراح يتم الإعلان عن 5 ملاعب في السنة هذه إن شاء الله. الحمد لله احنا في كأس العالم عندنا محطات في أقرب من 6 ملاعب متواصلة دايركت ما يقارب كيلو بين بالمحطة والاستاد، وفي عندنا ملعبين اللي هم استاد الوكرة واستاد الخور، أن استخدام الباصات للوصول إلى الملعب. أعتقد هذا العاملين بيؤدي بشكل ناجح لوصول سهولة وصول الجمهور من في أي منطقة بدولة قطر للملاعب بشكل سلس وأريحية في إن شاء الله وقت قياس. نعمل جميعا في دولة قطر كفريق واحد، نسعى لتوفير الخدمات المطلوبة في تزويد جميع الأحداث الرياضية في هذه المرحلة بجودة عالية من الكهرباء وامدادات مائية لجميع الحضور من الجمهور واللعيبة. الجاهزية والتخطيط المحكم يعيدان بأفضل تنظيم لكأس العالم في قطر 2022 ليسجل التاريخ ويشهد العالم على أول مونديال ينظم في الشرق الأوسط. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام هذه الزيارة للوفد القطري اللي زار البرازيل، واحنا نقول لكم من خلال قناة الرياضة نقول لكم مرحبا ومسهلا بكم بكل هالخليج والعرب ولكل العالم. مرحبا بكم في قطر سنة 2022 ومرحبا بكم من الحين إلى 22 وما بعد 22 إلى ما لا نهاية، حياكم الله. ولكن أيضا بطولة العالم راح تكون موجودة، فنستقبل أيضا لكل محبين الرياضة كل هالمنتخبات اللي احنا نشوفها وتتابعونها راح تتابعون مبارياتها اليوم وتابعتوا مبارياتها خلال الفترة الجاية بإذن الله إن شاء الله تتابعونها بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود الشباب اللي مثلكم وشرواكم راح تكون كلها موجودة هنا على
افضل التنظيم وافضل المستويات العالميه باذن الله. باذن الله ناصر، احنا شفنا المسؤولين والوفد القطري يتكون من عده قطاعات في الدوله، من الكهرباء ومن المواصلات الريل والقائمين على ملف قطر 2020، وزير الشباب والرياضه سعادة صلاح مغانم العلي اهتمام كبير لحضور هذه لحضور هذه الفعاليه او كاس العالم عشان يقارنون بينه ويستفيدون من تجربة البرازيل لتطبيقها إن شاء الله بأفضل صورة، ودائما قطر ما تكون سباقة بإذن الله، والله يجعل قطر إن شاء الله في أمن وأمان بإذن الله، ونقيم هذا الكاس بإذن الله وهذه البطولة وأكبر منها بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله وبإذن الله إن شاء الله. ومن كرة القدم العالمية إلى لعبة كرة القدم، ولكن هذه الكرة هي خاصة بالأمريكان، وهي الكرة الأمريكية، حيث أقيمت في مؤسسة سبايرتون دورات تدريبية خاصة باللعبة الأكثر رواجاً في الولايات المتحدة الأمريكية. نتعرف عليها ثم نرجع. ضمن الفعاليات الرمضانية لمؤسسة سباير زون للعام الجاري، أقيمت دورة تدريبات خاصة بكرة القدم الأمريكية بقيادة اللاعب حسين عبد الله، ظهير الدفاع في فريق كرة القدم الأمريكية كانساس سيتي تشيفز. وتتم التمارين بشكل يومي قبل الإفطار ليتسنى للشباب تمضية وقت مفيد قبيل موعد الإفطار. تم تأسيس فريق كرة القدم الأمريكية في قطر في 2012 في اليوم الرياضي، وحتى الآن عندنا تقريباً فوق 40 لاعب. طبعاً إحنا نطمح نطور اللعبة في قطر توصل على مستوى أعلى، وإن شاء الله تكون من ضمن الأولمبياد. I'm excited to be out here in, at the Spire Zone out here in Qatar, and I'm out here to teach the game of American football. I myself have played for, I mean, for my life about 18, 19 years, but professionally I've played for 6. In terms of me being a Muslim, you know, I was blessed to be born to parents who were Muslim. They were, their parents were not Muslim, so they accepted Islam, and all of my brothers and sisters were born into Islam, so we're definitely blessed. سباير زون كانت وفرت المكان المناسب لممارسة هذه اللعبة منذ عام 2012 عندما تم تأسيس فريق كرة القدم الأمريكية في قطر. طبعا انا كنت لاعب قديم في امريكا وقت الدراسه في يعني 86. طبعا عندي ملم باللعبه وجه كامل تقريبا، حبيت اللعبه وحبيت اجيبها الى قطر عشان انها من اللعبات المشهوره وحتى الان منتشره في اوروبا حتى وفي اليابان وهذا وفي بعض دول الخليج، ونتمنى ان شاء الله تنتشر في دوله قطر. سباير ما قصروا معنا من بدايه 2012، طبعا اعطونا الفاسيلتيز ونتمرن معاهم وما قصروا، يعني كان من اسباب نجاح الفريق حتى الان. بس طبعا احنا نطمح ان من اللجنه الاولمبيه ان شاء الله تعترف باللعبه عشان نقدر ننضم للاتحاد الدولي. وتستمر الفعاليات الرياضيه في سباير زون طيله الشهر الفضيل لتقديم الفرصه للشباب القطري للموازنه بين العباده والرياضه. تابعنا معكم هذا التقرير. طبعا هذه اللعبه، ما ادري خالد، انا والله اللعبه هذه ناصر يعني يبغى لها واحد جبر، يبغى لها واحد جبر وشباب صراحه شيبنا يعني دش معاهم تكسر. لا انا ما تصلح لي، تصلح حق واحد ولا تصلح لي الريال. مسي على بالخير سعيد المسالمين، هو شويه جبر وتنفع مع هذا اللعبه. والريال اللي كلمته انت، انا ما تنفع لي. نعم اعزائي المشاهدين، ننتقل الى موضوع اخر. اذ نظمت اداره برنامج ترشيد في المؤسسه العامه الاقطريه للكهرباء والماء كهرماء بالتعاون مع مؤسسة الدوحة للأفلام حفل لتكريم الأفلام المتميزة في مسابقة ترشيد للأفلام القصيرة. تسعة وأربعون فيلماً تم إنتاجها حتى الآن في إطار مسابقة ترشيد للأفلام القصيرة التي تنفذ في إطار التعاون بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ومؤسسة الدوحة للأفلام. تم تكريم المتميزين منها في احتفال جرى تنظيمه في فندق شرق. في عدة أهداف من هذا العمل المشترك،
أهم الأهداف أن نوصل الشباب القطري والمقيم اللي من هواتهم الإخراج والتصوير، نوصل أساميهم وابتكاراتهم إلى المجتمع، وفي نفس الوقت نستفيد من إبداعاتهم في الرؤية الوطنية لقطر اللي هي ترشيد 2030 حملتنا. طبعاً في هاي السنة وصلنا 49 فيلم، وتم تكريم 3 منهم في شهر أبريل و5 اليوم. وكانت المسابقة قد شهدت فوز 3 أفلام، فيما تم اختيار 5 أفلام أخرى لتكريم مخرجيها على الأفكار المميزة التي قدموها. أول مرة أستخدم هالنوع من الأفلام اللي هو ستوب موشن. طبعاً الفكرة جاتني لأن كنت أطالع فيديوهات عن شلون جنوب أفريقيا كان محتاجين للماي، وشلون إحنا عندنا يعني إسراف بالماي وايد. فقلت ليش ما أدمج الفكرة يعني بإحنا يعني مجتمعنا العربي مع المجتمع اللي برا، إن شلون هم إحنا نصرف الماي وشلون هم يعني قطرة ماي واحدة تسعدهم وتساعدهم بأشياء وايد. وطبعاً بعد حابة أشكر طبعاً شوك شاهين نورا جوسن مساعدوني في الفيلم. ويسعى برنامج ترشيد من خلال هذه المسابقة إلى حث المخرجين الشباب على استثمار طاقاتهم وتوجيهها نحو نشر القيم الثقافية والمجتمعية، منها ترشيد وكفاءة الاستهلاك بين أفراد المجتمع. وبالانتقال مشاهدينا الكرام إلى الموضوع، المدارس اللي حققت نتائج إيجابية وفي مقدمتها في الاختبارات الثانوية العامة، مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين اللي تميزت بالعديد من طلابها في هذه الاختبارات. نعم، وشرفنا أن نستضيف السيد محمد علي أحمد منسق شؤون الطلاب مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين، نتكلم معاه عن هذا التميز اللي وصلت له المدرسة. مرحبا ومسهلا فيك يا ابو علي معنا في ترحيب. يا مرحبا. احنا نسولف اليوم قبل الهواء عن البرازيل والمانيا، للحين ما غيرت رايك؟ لا ما غيرت رايي. الماني. الماني. كلنا احنا الحين في الجاليري والله كيفكم؟ كيفكم انا الماني. الماني؟ نعم. رجال الماني. زين. اتمنى لكم التوفيق اليوم. امين. شكلك الوعد بعدين. ان شاء الله بعد الليله ان شاء الله. مبارك لكم يا ابو علي هذا الانجاز. طبعا ولهب غريب صراحه على مدرسه الوكره الثانويه المستقله للبنين. دائما ما يفاجئونا، واحنا نبارك لكل من يشاهدنا من طلبه ومدرسين ومعلمين واداره هذه المدرسه المميزه. في البدايه احنا نبغى نسال عن عدد الطلاب المتفوقين عندكم كم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه لعدد الطلاب المتفوقين يفوق 50 طالب ما شاء الله في المدرسه. نعم طبعا يفوق العدد. نعم. او بعلي يعني كم بلغت نسبه النجاح عندكم في المدرسه؟ احنا قبل ما تسالني عشان اكمل لك بالنسبه للعدد المتفوقين. نعم. هناك نسبه الشريحه الاكبر اللي هي تشمل ما بين 85 الى 89. نعم. هذول بعد اخذوا تعتبر الشريحه الاكبر في النجاح. نعم يعني يمكن غير ال 50 اللي ذكرتهم من 90 لكن الشريحه الاكبر اللي هي من 85 50 ال 50 من فوق ال 90 اللي من فوق ال 90. نعم. هذا ال 50 طالب. نعم نعم مبارك لهم طبعا. ونسبه النجاح؟ نسبة النجاح الحمد لله رب العالمين السنة هذه طبعا يعني إذا تبي أقول لك إياها هي نقدر نقول 100 لكن هي فعليا 99%. نعم. لما نجي نقول يعني 1% هذه تشمل إيش وين راحت، بنقول لك هذه تشمل طلاب المنازل، الطلاب الغايبين، الطلاب اللي ما قدموا امتحان، ما قدموا اختبارات أصلا، ما حضروا المدرسة أصلا. هذا اللي هي نسبة النجاح. نسبة النجاح بشكل 99%. نعم يعني نقول 99%. 99% لأن 1% ما دام غاب يمكن ما تدري شو ظروفه، لكن نقول إن شاء الله نعوض. بس الحمد لله نتيجة السنوات الجاية ممتازة. نعم. بالنسبة بإذن الله. زين، السؤال يعني يمكن اللي ودنا نعرفه يمكن يعرفونه ودنا يعرفونه المشاهدين الكرام، كيف نجحتوا كمدرسة في هذا التميز؟ يعني إيش العمل اللي أنتم عملتوه خلنا نقول أفضل من بعض المدارس وميزتكم؟ طبعا في البدايه اذا بنجي نتكلم عن النقطه هذه،
اكيد بتمر اكثر مرحله، مش مرحله واحده اللي هي المراحل، مراحل كثيره مثل وما في مدرسه اصلا ما تسعى لها، لكن من اللي بيطبقها؟ نعم. من اللي بيطبقها؟ احنا والحمد لله مدرسه الواكره الثانويه استطاعت ان بالتعاون مدرسه الواكره بمدرسينها باولياء الامور، التعاون اللي صار طوال السنه قدرت انها تحقق هذا التفوق. نعم. مو بس هذا العامل، لا هناك عده عوامل، الاختبارات التشخيصيه اللي تصير حق الطلاب طول فتره او بدايه السنه التي تحدد مستويات الطلاب. ايضا في عامل اخر اللي هو نقدر نقول اختيار المدرسه او اداره المدرسه افضل المدرسين لهذه المراحل. نعم. يعني العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولكن هناك اصحاب خبره يتم اختيارهم للصف الثاني عشر لانهم هم اساس تخرج الطلاب من هذه المدرسه. نعم. لو بنتكلم استاذ محمد عن من ضمن هذه المراحل، يمكن انا اشوف من وجهه نظري هناك بعد مراحل اخرى، يعني حتى لو بتقول احنا الطالب طبعا بيمر في ظروف معينه، هناك عندنا قسم او اقسام متعدده، المرشد الاكاديمي، عندنا المرشد الاخصائي الاجتماعي، مربي الفصول، كل هذه تقع او تساعد الطالب في علاج اي مشكله ممكن تواجه. نعم، هذا كله توفر بيئه مناسبه للطالب. اكيد شيء طبيعي. لكن لما نتكلم عن التعاون بينكم كمدرسه وبين اسر الطلاب. نعم. ودورها في تفوق الطلاب. طبعا هذا على قلت المثل يد واحده ما تصفق. نعم. لابد ان يكون هناك تعاون مهما يكون ذا الطالب، هو الطالب محتاج من يساعده ايضا. إذا كان هو طول فترة 6-8 ساعات في المدرسة، هناك ساعات كبيرة موجودة أو شو نوع التعاون بينكم وبين التواصل الأسر؟ بيكون عن طريق الحضور إلى المدرسة كولي أمر، حضور الطالب أو التواصل مع ولي الأمر إعلامه بكل ما يتطرق له الطالب من مشاكل، من أمور يعني ما تساعده في تفوقه أو في اكتساب المادة العلمية. نعم. بالإضافة إلى ذلك احنا نقدر نقول بعد حضور ولي الأمر للحصص المعايشة، الطالب لما يشوف مثلا ولي أمره أو أبوه يحاضر عنده في المدرسة، ممكن بعض الطلاب في عندهم تخوف من هذا الناحية، لكن في بعض الطلاب يفتخر ان ابوه جاء للمدرسه وحضر عنده، يحس بالمسؤوليه، يحس بالمسؤوليه، يحاول يتميز قدام ابوه. نعم. وطبعا هذا طبعا يكون لنا احنا كمدرسه بعد يعني له اثر كبير في تواصل ولي الامر معنا ومع ابنه في داخل المدرسه. نعم. طيب اذا نبغي نتكلم عن الطلاب المتفوقين، هل المدرسه يعني انا قلت تمنحهم رعايه خاصه بما انهم متفوقين عن الطلبه الاخرين؟ طبعا من هالناحيه الحمد لله رب العالمين، احنا كمدرسه طبقنا عندنا نظام البكالوريا الدوليه. يمكن هذا مش موجود في كل المدارس. اذا تعطينا عنه نبذه ولو بسيطه. البكالوريا الدوليه طبعا هذا النظام او يتخرج منها الطالب حسب التخصص اللي هو يختاره، ويتخرج من المدرسه بتخصص بكالوريا دوليه معتمده بجميع الجامعات الخارجيه. طبعا هذا التخصص تم اختياره او انه تم اختياره داخل المدرسه للطلاب المتميزين المبدعين اللي يعني مش اي حد ممكن انه يدخل التخصص هذا. طبعا هو مش اي واحد يقدر يدخل، لازم نسبه معينه، لازم يكون نسبه معينه يقدر يدخلها، نفس مثلا الطلاب اللي يدخلون العلمي ولا الادبي. أيه. هذا طبعا نفس الشيء بالنسبه لل هل هو بس انا بعلي انا يعني ما فهمت، هل هو يكون من ضمن يعني سنوات الدراسه ولا في سنوات لا من نفس سنوات الدراسه، بس في يعني تخرج من الثانويه 12 سنه يعني نفس الشيء، بس في مواد طبعا مش موجوده عندهم هناك اضافيه ياخذها اضافيه، ولكن هي بشكل عام كلها نفس المواد. نعم. وطبعا بالاضافه لذلك احنا نراعي الفروق الفرديه بين الطالب المتميز والمتفوق والمبدع، فهذه الطلاب المتميزين عندهم هناك نعطيهم حصص إثرائيه، لأن أنت عارف الطالب المتفوق والمستويات العليا ممكن يفهم ويستوعب أسرع من الطالب اللي العادي، يعني ممكن هذاك يستوعب مثلا في 5 دقائق، هذا يستوعب مثلا في دقيقة، وزين بعد الدقيقتين هاي أو الدقيقة يبي شيء جديد، فهناك عندنا احنا
حصص إثرائية على أساس أن هذا الطالب نهتم فيه علمياً على أساس يكون متفوق في المستقبل. نعم. تحافظون على مستوى. نعم. ونحاول نطوره بعد مفوق. أكثر. قبل ما نختم ودنا بكلمة توجهها لطلابك اللي بيض وجيهكم بيض وجيهنا وبيض وجيه شيبانهم، نسأل الله لهم التوفيق ولكل الناجحين، ونعيد ونقول لهم ألف ألف مبروك، نسأل الله إن شاء الله للجميع التوفيق. كلمة أخيرة توجهها للطلاب اللي فضل الله ثم فضل جهودكم وبفضل أيضا رعايتكم وبفضل أيضا جهودهم هم خلينا نقول مكافحتهم وصلوا لهذا التميز. طبعا نشكر ونبارك لطلابنا المتفوقين، ونشكر أولياء أمورهم بمساعدتهم للطلاب والتعاون معنا ولتفوق أبنائهم، ويعني ونطلب من الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم العلمية أو أن الجامعية أو العملية. والشيء الأخير إن شاء الله يعني ما ينسونا عقب السنوات اللي قضوها عندنا، لا على أساس أن ما ينسى التخرج اللي كان أو العمل اللي توصل له أو التخصص اللي توصل له كان أساسه هي المدرسة اللي تتعلم فيها مدرسة الوقت. أنتوا أيضا كمعلمين جزء من هذا التعلم وجزء كبير أيضا من الشخصية اللي بنت الطالب. الأسرة لهم دور، أنتوا لهم دور، وأنتوا لكم أيضا لكم دور، وكلنا ثقة بأنكم يعني وصلتهم لمرحلة أنهم ما ينسون الفضل لأصحابه. وإحنا أيضا نشكركم بدورنا كمعلمين، ونشكر كل المعلمين والمعلمات اللي صراحة يخرجوا لنا هذه الأجيال من الشباب المتفوقين والمتعلمين. وثقوا تماما إخواني وأخواتي المعلمات بأن اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى ثم عليكم كبير جدا، لأنكم أنتم من يعني يخرج لنا هذه الأجيال، والأجيال هذه هي بفضل الله سبحانه وتعالى اللي راح تستمر بهذه. وهم جزء يا ناصر يعني هم جزء لا يتجزأ، المدرسين. نعم. والمدرسات في دفع عجلة التنمية في دولة قطر، في رؤية قطر 2030، جزء لا يتجزأ من هذا الشيء. نعم. شكرا للسيد محمد علي أحمد منسق شؤون الطلاب بمدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين، شكرا لكم ومبارك لكم مرة ثانية هذا يا التميز. مرحبا. شكرا جزيلا مبروك لأبنائنا الطلاب، والله يبارك إن شاء الله لكل الناجحين. نعم، مبارك للطلاب ومبارك لكم بعد بهذا التميز والتفوق. شكرا لك. أعزائنا المشاهدين، فقرات برنامجكم رمضان مبارك مستمرة، وبعد الفاصل بنتابع سحور خيري لمؤسسة روتا دعما للبرنامج التعليمي في دول آسيا. خليكم معنا.